تنضم إلينا من عمان محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب ليلى عيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا ليلى. بداية يعني نتحدث عن جلدة الحساب للشهر الماضي فيما يتعلق بعملة اليورو، هل سيكون هنالك المزيد من التشدد في سياسة المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة؟ صباح الخير. طبعا صدرت يوم الخميس بيانات التضخم في ألمانيا، وأشارت إلى أن التضخم في ألمانيا وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 10%. طبعا يجدر الإشارة أن التضخم في ألمانيا يعد من أقوى الاقتصادات الموجودة في أوروبا، وبناء عليه صدرت يوم الجمعة بيانات التضخم في أوروبا ككل وصلت فعلا إلى أعلى مستوياتها عند 10%. هلأ من المرجح أن يكون أحد الأسباب التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته هو أزمة الطاقة العالمية وعقوبات التي فرضتها روسيا على أوروبا. بالتالي رأينا في ارتفاع في الطلب على مصادر الطاقة بنسبة 40%. هلأ الأسبوع الماضي شاهدنا تحركات إيجابية لليورو بسبب تدخل بنك إنجلترا المركزي بشراء سندات خزينة بريطانية لأجل 20 سنة لفترة وجيزة لإنقاذ الاقتصاد، ولكن كانت حركة جدا بسيطة مقارنة مع التحركات السلبية الأخرى. هلا كل هذه البيانات ترجح إنه من الممكن أن يقوم بنك أوروبا برفع أو الاستمرار بسياسته التشددية النقدية ورفع أسعار الفائدة. نعم، ليلى، أنت تحدثت عن تدخل بنك إنجلترا لإنقاذ الجنيه، فعلا هل شراء السندات عبر بنك إنجلترا يعني ولأجال مختلفة أجال طويلة، هل فعلا أثر على الجنيه الاسترليني في ظل الضغوط التي واجهها من الارتفاع الحاصل في مؤشر الدولار؟ طبعا لم يكن شهرا سهلا على الجنيه الاسترليني، حيث وصل الى اقل مستوى له حتى الان بسبب قرار الحكومه البريطانيه الجديده بتخفيف او الابقاء ان صح القول الضرائب على الافراد والشركات كما هي، وبالتالي شاهدنا فعلا تحركات سلبيه جدا للجنيه الاسترليني، وتدخل البنك المركزي البريطاني بشراء سندات خزينه بريطانية لأجل 20 سنة كما أشرت لك سابقا. هلأ ممكن نفسر حركة الأسواق بهديك الفترة أو خلال الأسبوع الماضي إنه كانت ردة فعل طبيعية للأسواق، لأنه البنك البريطاني لم يكتفي فقط برفع أسعار الفائدة ولكن تدخل بسوق السندات الخزينة. إذن يعني نتحدث أيضا عن أداء الدولار خلال، هل وصل فعلا إلى أعلى قمة متوقعة؟ يعني نتحدث عن 115 نقطة مؤشر الدولار في ظل هذه التقلبات التي حظيت بها باقي العملات، هل تتوقعين أيضا وصول إلى أعلى قمة؟ وكيف أثر على الين الياباني والفرنك السويسري؟ تماما، يعني كان للين الياباني حصه من التحركات السلبيه امام الدولار الامريكي، حيث كانت سياسه البنك المركزي الياباني مختلفه قليلا عن سياسه البنوك الاخرى. يعني راينا انه البنك الياباني تدخل بشكل مباشر بسوق العملات الاجنبيه، وقرر ايضا شراء او بيع سندات الخزينه الامريكيه لشراء الين الياباني، وبناء عليه راينا تحركات قويه في الاسواق على هذا النحو. نعم، اذا وايضا ماذا عن الروبل الروسي؟ لاحظنا تحركات قويه للروبل الروسي في ظل يعني تراجع واضح في يعني ان كان مؤشر بورصه موسكو وايضا حاله من التراجعات وانكماش اقتصادي، لكن الروبل يذهب بقوه مقابل الدولار، ما هي الاسباب برايك؟ يعني الروبل هو احد العملات اللي كانت اذا ما كانت الوحيده اللي كانت عم تتحرك ضمن اتجاه جانبي مقابل الدولار الامريكي. طبعا في عده عوامل كانت عم بتاثر على الروبل الروسي، منها واخرها طبعا اللي هو اعلان الرئيس الروسي بوتين عن ضم اجزاء من اوكرانيا الى روسيا. هلا هاي هذا الخبر اثار مخاوف بانه الولايات المتحده من الممكن ان تفرض عقوبات على روسيا، وايضا بالاضافه الى ذلك تحاول روسيا حاليا ان تقيم صداقات كما سمتها كما اشار اليها بوتين، صداقات مع دول مجاوره للتخلي عن او ازاحه هيمنه الدولار، وبالتالي القوه تبقى للعملات الاخرى مقابل الدولار الامريكي. نعم، محلله الاسواق الماليه في إكويتي جروب ليلى عيد، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.